حنبدأ حلقتنا بدراسة جديدة متعلقة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. فظهور هالسلالة نزعت فرحة العالم بعد أيام من بدء عملية التطعيم، وكثرت الأقاويل عبر السوشيال ميديا، وحتى بعض الدراسات تحرفت أو ترجمت بطريقة مغلوطة. بالمقابل في دراسات علمية قليلة توقعت أنه هالطفرات هي دليل على وصول الفيروس لمرحلته النهائية وتراجع قدرته الإمراضية، وصار فينا نقول باي باي كورونا. الحقيقة حنستعرضها بهالتقرير الصغير، منتابع مع بعض. الحقيقة هي الفيروسات التاجية مثل كورونا قلقة وغير مستقرة جينية، والتغيرات التي يتحدث العالم عنها ما هي إلا طفرات حذف أدت لفقدان 7 أحماض أمينية من البروتين الفيروسي سبايك. وعلى الرغم من أن هذه التغيرات جعلته أكثر انتشاراً وعدوى، إلا أنها أضعفته من الناحية الإمراضية ومعدلات الوفاة تماماً، كما حدث مع الفيروس التاجي سارس، حيث كانت نهايته مشابهة للطريق الذي يسلكه فيروس كورونا الحالي. كل المعلومات التي تتحدث عن مقاومة السلالة الجديدة لبعض اللقاحات ما هي إلا منافسات اقتصادية وسياسية، فالطفرات الحاصلة لن تشوش تعرف الجهاز المناعي على الفيروس. أما عن قلق بريطانيا الكبير وإغلاقها بعد التعرف على هذه التغيرات، فما هو إلا احتياطات وإدارة ناجحة للموقف من باب تحمل المسؤولية، وستزول كل المخاوف بمجرد التأكد من فعالية اللقاح بشكل كامل ضد التغيرات الحاصلة. وجب التنويه إلى أن الانتشار السريع الواسع للفيروسات يترافق دائماً مع إمراضية منخفضة، وفي الحقيقة ما يحصل هو تطورات مبشرة وليس كما روج لها. رجاءً لا تنساوا وراء الإشاعات والقيل والقال، الشيء الوحيد اللي بنقدر نعتمده هو الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أو تصريحاتها، وتعلموا تعتمدوا وتعطوا أذنكم لمصادر طبية موثوقة. فمصطلح سلالة جديدة من كورونا مصطلح غير دقيق ومبالغ فيه إعلامياً، وأنتوا بظل الموجة الثانية من كورونا بسوريا يا ترى لسه عم تعتمدوا أساليب الوقاية أو لا؟ لسه متبع أساليب الوقاية من كورونا إن كان بالبيت بالجامعة بالطريق؟ يعني أحياناً بشكل عام يعني متبعينهم شوي. يلي هي شو؟ يعني عم نلبس كمامة بالجامعة و... هلأ ليش مو لابس كمامة؟ هلأ ما في جامعة لأنه هلأ بالمكان مفتوح. طيب مكان عام مشان هيك، وعم ما في يعني كتير تجمعات عم نعمل، نحاول مشان ما يصير يعني عدوى إذا حدا مريض أو شيء. طيب حضرتك كمان عم تتبع أساليب الوقاية من كورونا؟ نحن أول ما طلعنا بالباص اليوم الصبح يعني لازمونا نتقل الكمامة بالكراجات، بس أول ما نزلنا منهم طريق خنيق أو باص وكذا فنزلنا شلحناهم طبعاً. والله بالوقت الحالي ما صرنا يمكن ساعة عم تدخل في الشام، فمثل ما شايفة أي محل عم تدخل كاتبين إنه تعقيم اليدين وهيك، يعني في إجراءات منيحة عن كورونا منيح الحمد لله تمام. هلا هو لساتنا نحن بهالموضوع إنه كل شيء عم يفوت على البيت عم نعقمه بس ضمن الحدود المعقولة كمان يعني. وإجمالا يعني إلا ما يصير توتر بهالفترة يعني نتبع أساليب الوقاية بس حسب يعني الوضع. طيب الوسط المحيط فينا بتحسه كمان ملتزم ولا لا صاير أقل التزاما من قبل؟ هلا أول شيء لما كانت الكورونا ببدايتها كل العالم التزمت، بس بعدين بلش يخف الموضوع شوي شوي. هلا أنا بالنسبة إلي وللعالم اللي حوالي مثلا بدنا نفوت على الصيدلية على شيء مركز على شيء إجباري بدنا نحط الكمامة وهيك، أما قاعدين بحديقة شفت يعني نبعد عن بعض تقريبا متر وهيك، يعني بدنا نتبع اهم شيء اساليب الوقايه. هالموضوع عطسه سعله كذا بالكم كل الامور هي بنتبعها. بالموجه الاولى من كورونا كنا عم نسمع كثير من الوسط المحيط فينا انه فلان انصاب حدا انصاب، هلا عم نسمع مثل قبل بهي الموجه الثانيه ولا اخف؟ اخف هلا، ويعني الخوف كانه زال شوي مو مثل الاول. برايك صح يروح هذا الخوف؟ اكيد لا.